السلام عليكم خوتي المغاربه، انا عاوتاني جايه باش نوصل الميساج ديالي للمره الرابعه، وما غاديش نسكت على حق راجلي، حيت ديما خاصني ندافع على حق راجلي، حيت عارفه بريء بريء بريء، حيت كنت عارفه مظلوم ما غاديش نبان ونعاود 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 جميع المرات ومع جميع الاذاعات انني باغا نبين حق راجلي. بصح انه مظلوم خالد الحشفه اللي متهمينه بالقتل المدير لا بيدي لا برجلي. انا ديما كنقولها هادشي كامل على قبل الباركين، باغيين يحيدوهم ديك الباركين، باغيين باي وجه كان يصيفطوه للحبس، ها هما صيفطوه للحبس باطلا، ما داير حتى شي حاجه، وربي راه ما كيبغيش العباد ديالو الباطل، ربي راه كيبغي الحق. وانا كنطالب من اي مسؤول ولا اي ناس يوقفوا معايا، ان عارفه راجلي انا يا مظلوم، حيت هاد الناس معديين، هاد الناس بقاو حاد طاينه في خالد الحشفه تيديوه للحبس، هو الدواء وتهموه بالقتل، وان هما ما مثبتينش في الهضره ديالهم، مره كيقول ان خالد عاطي الموس، مره كيقولوا خالد محرض، مره كيقولوا خالد هو اللي ضرب الاول. تاكدوا من الفيديوهات اللي دايرين وتاكدوا غير من الهضره اللي كيقولوا، ما مطابقاش في نفس الفيديوهات وما مطابقاش، ولاو اكثر يا ولاو دابا كيطلبوا في الفيديوهات ان احنا كنهدوهم، حنايا باغيين نعطيهم 70 مليون، واش هاد الوجه هذا عنده 70 مليون؟ انا كنطالب من المسؤولين اللي خدامين في البنكة ولا يبحثوا على صفا بومليح وخالد الحشفه، الا لقاو عندنا مليون واحد في البنكة يديهم طويلة علينا، ولا لقاو عندنا حساب واحد في شي بنكة، اولا عندنا شي ارض، اولا عندنا شي دار من غير الكارية اللي ساكنين فيه. انا كنطالب منهم اقصى العقوبات ليا ولا راجلي. انا عارفه راجلي مظلوم ما داير حتى شي حاجه، اقسم بالله اخوتي المغاربه، انا كنطالب من سيدنا والسي الحموشي وولي الامن الدار البيضاء والامن اللي عندي الثقه التامه في الامن، انهم حقانيين، ما كيحكموا حتى كيعرفوا شنو كاين، ومن القضاء ومن من 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 اي واحد اي واحد كياخذوا له حقه. الله يرحم الوالدين اخوتي المغاربه، الله يرحم الوالدين اخوتي المغاربه. راه خالد الحشفه راه ما يقتش ان عنده وليد في عمره 3 شهور وبنيته في عمرها عامين ونص، اقسم بالله راه الله واحد في الدنيا، راه ما كاينش حسن من الرحمن الرحيم، اقسم بالله اخوتي المغاربه. خالد الحشفه ما قاتل، هذا الشيء كامل داروه له باش يحيدوهم ديك الباركين، ديك الباركين ياخذوه ياخذوه، يعطيونا غير شاهد واحد ان خالد قتل او لا حرض او لا عطى الموس او لا خالد كيبيع القرقوبي او لا خالد كيبيع الحشيش او لا خالد كيدير شي حاجه. اقسم بالله اخوتي المغاربه راه ما كيدير حتى شي حاجه. خالد الحشفه راه عنده وليداته، راه ما باغاش وليدات يحلوا عينيهم ما يلقاوش باهم حداهم، يحلوا عينيهم نديهم انايا العكاش يشوفوا باهم غير يديروا له باي باي. انا راه بنيتها في عمرها عامين راه حلات في ايديها في خالد، كتقول له بابا خالد، هذه 3 ايام وهي كتقول لها ماما بابا ماما بابا ماما بابا. راه كنقول للمراه وكنكذب عليها بحاجه، ما بغيتش نبقى نكذب على بنتي طول حياتي، وراجلي يمشي في الغرق ويمشي في الكذوب ويمشي انه مظلوم. انا كنت عارفه راجلي بالصح ان قاتل ولا يمحرض ولا كان جالس معاهم ولا ان حرض يبديك النار بشي حاجه، اقسم بالله العالي العظيم من هز هذا الميكرو، هذا الميكرو هذا ونهضر فيه ونبرأ خالد الحشفه، اقسم بالله العالي العظيم خالد الحشفه راه يتيم الاب بيتم الام، راه ما عندوش اللي غادي يتبعهم غيري انا، انا راه عندي جوج وليدات، راه ما غاديش نهزهم ونهز القفه ديال الحبس ونتبعه. راه اقسم بالله اخوتي المغاربه راه درتكم نتوما خوتي، نتوما اللي شوفوا فيا، شوفوا فيا لوجه الله، لوجه الله ماشي لوجه العبد، هي لوجه الله، حكموا غير بالحق، هي كلمه ديال الحق، كلمه ديال الحق، حكموا بكلمه الحق. واش دري في عمره 3 شهور لمن يقول بابا لمن، والبنت اللي في عمرها عامين ونص لمن تقول بابا، تقول هز القمقه كل مره نوريها راجل نقول هذا باباك، كل مره كنعيط لخوتي نقول له هضر معايا هدايا وقول لها انك انت خالد باش بنتي تبرد. اقسم بالله اخوتي المغاربه راه كنقسم بالله، وانا كنطالب حق راجلي، انا كنطالب من 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 الامن، انا عندي الثقه التامه في الامن، كنطالب من الامن من الامن. راه انا 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 راه ما عندي حتى واحد عندي الامن والله سبحانه وتعالى، تا واحد انا في هاد الدنيا، وانا ماشي بنت كازا، انا بنت فاس، انا في هاد كازا عندي الامن، الامن انا تايقه في الامن ياخذ لي حقي وحق راجلي وحق ولادي، وكنطالب كنطالب بحق ولادي. انا ولادي ما بغيتهمش يطلعوا يتامى، انا ولادي ما بغيتهمش، راه محاوله القتل، هذا راه القتل، راه ما هي عام، ما هي عامين، ما هي 3 سنين، ما هي 4 سنين،
راه الله يسرها مشى فيها مشى فيها الا ما بانش حقه الا ما وقفتوش معايا وبينتو له حقه راه مشى فيها مشى فيها غير تفرجوا الفيديوهات ديالو متاكده هذاك الدري اللي مات الله يرحمه مسكين حتى هو ما نبغيولوش الموت حتى هو مسكين غير ضحيه والدري اللي قتل مسكين حتى هو راه غير مسكين دفاعا عن الباركين ديالو دفاعا عن النفس ديالو والله يرحم الوالدين اخوتي المغاربه وكنوصل الرساله ديالي لمحمد السادس الله ينصره والله يشافيه والله يطول في عمره والسي الحموشي الله يخليه لنا وسمح لنا اي مشكل كنجبدوك فيه السي الحموشي الله يرحم الوالدين السي الحموشي الله يرحم الوالدين السي الحموشي والبوليس ديال الدار البيضاء الله يرحم لكم الوالدين خذوا لي حق راجلي انا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى قبل ما يحكم العبد يحكم الله سبحانه وتعالى والله ياخذ الحق الله ياخذ الحق الله ياخذ الحق والله يجعل ربي بين حقه الله يجعل ربي بين الحق الله يجعل ربي بين الحق